شيخ حفني، استمع إلي، الفرصة لا زالت أمامنا. عجبا لك يا بكر، أية فرصة هذه التي تتحدث عنها؟ فرصة حقن دماء الناس والحفاظ على أمنهم. كان الأولى بعلي بك أن يفكر في أمن الناس، في دمائهم، أليست مسؤوليته؟ بدلا من أن يلقي بهم في السجون. كل شيء يحل بالنقاش يا مولانا الشيخ، الأمر ليس بهين ويحتاج للمحاولة مرة أخرى. نقاش مع من؟ مع هذا المتعجرف؟ إن كان هذا هو سبيلنا لنحقن الدماء ونمنع الكارثة قبل وقوعها فعلينا أن نحاول. بكر، النتيجة متوقعة، لن يستمع إلينا. حتى وإن كانت كما تقول، سنكون قد فعلنا ما بوسعنا لنتجنب الصدام. حسنا، أخبرني أنت بما تريد يا بكر. أريدك أن تمنحني فرصة المحاولة مع علي بك، أذهب إليه وأتناقش في حل لهذه الأزمة الكبرى. ولماذا تظن بأنه سيسمع منك أنت؟ سيفعل، فهو لا يقوى على مجابهة الأزهر، ومن المؤكد أنه يفكر في مخرج من الأزمة التي ألقى بنفسه بها. هذا هو ما تراه حقا؟ نعم يا مولانا، لعله يكون الأمل الأخير لحل الأزمة. لا بأس يا بكر، لا بأس، وأنا موافق.